حلقتنا النهاردة عن حق عرب دراما رمضان 2024. بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج أهلا دراما. حلقتنا النهاردة عن مسلسل حق عرب اللي بيعرض ضمن دراما رمضان 2024. مع عرض الحلقة 25 النهاردة نقدر نقول إن المسلسل محقق النجاح الكبير اللي يستحقه في سكوت وهدوء تام. بتدور أحداث المسلسل في إطار شعبي اجتماعي في منطقة الجمالية في زماننا الحالي مع سيد المنطقة عبد ربه، وده راجل في السبعينات من عمره وكل الناس بتخاف منه. عبد ربه ليه أخ اسمه عطوة اللي دايما جنبه ومطيع لأخوه الكبير دايما. سهل الدنيا بتمشي سهلة؟ لا، في يوم من الأيام يكتشف عبد ربه إن واحد من رجالته الثلاثة القريبين بيخونه، وهنا يظهر مين؟ يظهر عرب السوركي، راجل شريف وبيبقى عرب هو أقرب الناس لعبد ربه. بس لما بيقابل عرب صباح الجياش بنرجع لماضي كله أحداث. مسلسل حق عرب من بداية عرضه لحد النهاردة وقصته ماشية بثبات عالي جدا، أحداث متتالية ومقنعة. لقوا كمان المسلسل ترند بس في الهادي جدا، مشاهدين مركزين ومسحولين مع عرب ومستنيين هيرجع حقه إزاي، بس في نفس الوقت مستمتعين بقصة المسلسل. طبعا ابطال مسلسل حق عرب كل واحد ليه جمهوره اللي مستني منه اكتر، بدايه من احمد العوضي اللي ليه شعبيه كبيره جدا لدرجه ان في مناطق شعبيه بتتفرج على المسلسل زي ماتش الكوره علشان خاطره. دينا فؤاد وتركيزها وتفوقها في كل دور عن اللي قبله، رياض الخولي اللي مجنن المشاهدين دراما رمضان 2024 بسبب تحولات شره، وفاء عامر وقوتها وحلاوتها، وليد فواز اللي واضح انه مختار الشر في 2024. اما بقى الفنانه وفاء مكي اللي كانت وحشانه فحمد لله على السلامه ويا ريت ما تغيبش تاني. طبعا مسلسل حق عرب بيشارك في بطولته كمان دنيا المصري، كارولين عزمي، احمد صيام، احمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران. طبعا كل النجوم دول تحت رايه المؤلف محمود حمدان واخراج المخرج اسماعيل فاروق. حق عرب من انتاج شركه سينرجي تحت رعايه الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. بيتعرض مسلسل حق عرب على قناه اون الساعه 12 منتصف الليل، والاعاده الاولى بتكون الساعه 5 وربع صباحا، والاعاده الثانيه الساعه 11 وربع صباحا. وكمان بيتعرض على قناه اون دراما الساعه 9 مساء، والاعاده بتكون الساعه 12 مساء، وبتكون الإعادة الثانية الساعة 3 مساء، طبعا بالتزامن مع عرضه على منصة ووتش. بس كده، دي كانت حلقتنا النهاردة، كنت معاكم أنا لميس محمد، شكرا على المتابعة.